السلام عليكم. هنكمل إن شاء الله محاضرة النهاردة عن البلانت تشو كلشر. بدأنا فيها المحاضرة اللي فاتت، عرفنا معنى كلمة بلانت تشو كلشر، إيه الأدفانتج، إيه الديس أدفانتج، إيه التكنيكس والفاسيلتيز وأنواع البلانت تشو كلشر. هنتكلم النهاردة عن الأبليكيشن بتاعة البلانت تشو كلشر، هنستفيد منها بإيه؟ عندي ثلاثة أبليكيشن: مورفولوجيكال ديفرنشيشن أو بنسميه مايكرو بروباجيشن، بروتوبلاست ايزوليشن، برودكشن اوف سكندري ميتابولايت. هناخد كل واحده من الثلاثه دولت بالتفصيل. لو تفتكروا الاسبوع اللي فات كان في انواع التايب اوف بلانت كلتشر، خدنا الكلس والسيل سسبنشن كلتشر، وفي اثنين قلت لك هناخدهم بعدين في الابلكيشن لو تفتكروا، اللي هم بروتوبلاست والهيلرو. هناخدهم النهارده، هتلاقيهم من ضمن الابلكيشن، وبالتالي انا فضلت ان انا ما اقولهمش المحاضره اللي فاتت وناخدهم في الابلكيشن عشان ما نعيدش، وفي نفس الوقت تبقى الموضوع مفهوم اكتر. اول ابلكيشن عندي للبلانت تشو كلتشر اللي هو المورفولوجيكال ديفرنشيشن او بنسميه مايكرو بروباجيشن. من اسمها مايكرو بروباجيشن، يعني ايه؟ يعني بزود النبات، بزرع النبات عشان يطلع لي سلالات كتير. هي معناها براكتس اوف رابيدلي مالتيبلاينج ستوب بلانت تو بروديوس لارج نمبر اوف بروجنسي بلانت يوزنج مودرن بلانت تشو كلتشر، اللي هو بيطلع كميه كبيره من السلاله بتاعت النبات دي بس بنستخدم فيها التكنيك بتاعت البلانت تشو كلتشر. بنسميها ايه؟ بنسميها زي ما قلت لك مايكرو بروباجيشن او بلانت ريجنريشن او برودكشن اوف سكندري ميتابولايت. كل دولت معناهم مورفولوجيكال ديفرنشيشن او مايكرو بروباجيشن. بنستخدمها ان احنا بنطلع نوفل بلانتس اللي هو بيبقى جاي من جينيتيكالي موديفايد او بيبقى بريدنج ثرو كونفنشنال بلانت بريدنج ميثود، او بنستخدمها ان احنا نطلع كميه كبيره من البلانت عشان نطلع ستوب بلانت اللي هو ما بيبقاش جاي او ما بيطلعوش اسف سيد او ما بيبقاش ريسبوند ويل للفيجيتيف بروتكشن، فبنستخدم له اللي هو المودرن تكنيك بتاعت البلانت تشو كلتشر. ايه الادفانتج بتاعتها؟ نفس الادفانتج او قريبه قوي من الادفانتج اللي هي اخدناها الاسبوع المحاضره اللي فاتت في بصفه عامه للبلانت تشو كلتشر، اللي هي ايه؟ اللي هي ممكن نستخدم جزء صغير من النبات اللي كنا بنسميه اكس بلانت عشان نطلع لارج نمبر من البلانتس. ممكن البلانتس ستورد ان سمول اريا ان فيترو، البلانتلت بتبقى فري فروم بكتيريا اللي طالع من فنجاي، النيوترانت ليفل واللايت والتمبريتشر وكل الفاكتور ديت اقدر بسهوله اعمل لها كنترولنج عشان نسرع الفيجيتيف مالتيبليكيشن، بتبقى اندبندنت على السيزون. البلانت اللي هو بيبقى ان فيترو بيبقى ريكوير مينيمال اتنشن بتوين السبكلتشر لان مفيش ليبر ولا ماتيريال فور ووترنج ويدنج وسبرينج، فبيبقى الموضوع اسهل شويه في الحاجات دي. يبقى الادفانتج بتاعتها شبيهه قوي بالادفانتج اللي هي بتاعه البلانت تشو كلتشر بصفه عامه. وكذلك برضه الديس ادفانتج هتلاقي هي هياها او قريبه منها قوي، اللي هي كانت ايه لو تفتكر الاسبوع اللي فات؟ ان هي كانت فيري اكسبنسيف عشان طبعا الليبر انتنسيف ميثود اللي بنستخدمها والتعقيم والحاجات اللي قلناها الاسبوع اللي فات او المحاضره اللي فاتت. مش كل البلانس بتبقى سكسسفول تشو كلتشر، يا اما البروبر ميديا للجروث ما بتبقاش معروفة وبالتالي ما بنعرفش ان احنا ننميه، او ان البلانت بيطلع سكندري ميتابولايت بتموت الاكس بلانت اللي احنا باتين بيه. الانفكتد بلانت بيطلع انفكتد بروجنسي، بيطلع سلالة برضو انفكتد. بعض البلانتس بتبقى صعب جدا ان احنا نتخلص من الفانجل كونتامينيشن. في حاجه هنا بيقول لك البوسيبيليتي ان هو بيطلع سوما كلونال فاريانت. يعني ايه سوما كلونال فاريانت؟ ده بيجي على طول سؤال. قال لك دي فاريانت تبقى معناها البرودكشن اوف نيو بلانت فاريتي ويز كيميكال ارينجمنت اوف تيشو، يعني بيطلع لك نبات جديد بنسميها السوما كلونال فاريشن. ديت ديس ادفانتج للمايكرو بروباجيشن او للبلانت ريجنريشن، ودي اهم واحده ودايما بيبقى فيها موضع سؤال يعني ايه سوما كلونال فاريشن. طيب ايه الستيج بتاعه المايكرو بروباجيشن؟ ازاي اعمله؟ اول حاجه ان انت هتختار النبات اللي انت هتبتدي بيه اللي هو السلكشن والمينتيننس بتاعه الستوك بلانت. انا عايز اعمل اصلا لمين؟ فديت بنسميها ستيج 0 سلكشن اند مينتيننس اوف ستوك بلانت.
بعد كده ستيج 1 ان انا بعمل انيشيشن والاستابليشمنت بتاعت الاسيبتيك كالتشر. لو تفتكروا المحاضره اللي فاتت اخذنا ازاي اعمل اللي هو الاستراليزيشن سواء كان للنبات او للميديا، والنبات لو كان سيرمولابايل او نوت سيرمولابايل، والميديا بعملها ازاي، اسف الميديا لو كانت سيرمولابايل او نوت سيرمولابايل، والاكس بلانت بعمله ازاي، وانواع الاسترلايزنج ايجنت اللي عندنا. ففي الستيج 1 ديت بتبقى انكلودد ان انا بعمل سيرفيس استرلايزيشن للاكس بلانت، وبعمل استابليشمنت للاكس بلانت على سيوتابل ميديا اللي هي برضه بتكون استرلايز. طيب الستيج اللي بعد كده اللي بنسميها ستيج 2 ان انا بطلع بعمل شوتينج او سوماتيك امبريو. بعمل شوتينج ازاي؟ اخدنا برضو المحاضره اللي فاتت ان انا اقدر اتحكم ان انا اطلع شوت او روت بواسطه الجروس ريجليتور اللي انا بستخدمه. فاكرينها كان الاوكسين لو انا زودت نسبته يبقى كان بيفضل انه بيعمل روت، السيتوكاينون كان بيعمل شوت. طب انا في المرحله ديت عايز اعمل شوت، يبقى اكيد الجروس ريجليتور اللي اسمه سيتوكاينون هو اللي اعتمد عليه في المرحله دي. عملنا الشوت خلاص، فبنعمل بعد كده في ستيج 3 اللي هو روتينج، بعمل روت وبعد كده الشوت بيبقى سيبريتد مانوالي من الكلاستر وترانسفيرد على الروتينج ميديا اللي هي كونتيننج اوكسنز عشان يطلع الاوكسن، بسميها بري هاردنج. اخر مرحله اللي هي المرحله الرابعه اللي هي الهاردنج، بيبقى ترانسفير للبلانت على ستيرلايزد سويل للهاردنج اندر جرين هاوس انفايرمنت. الدياجرام او الصوره ديت بيوضح لي الستيج اللي احنا قلناها من اول ما اخترنا البلانت وعقبناه، بعد كده بنعمل اللي هو الشوت، بعد كده بنعمل الروت او البري هاردنج، واخر حاجه ترانسفيرنج للبلانت في السويل كاني بعمل هاردنج بالظبط. طيب ازاي هعمل مايكرو بروباجيشن؟ احنا قلنا ان احنا هنختار جزء من النبات. طيب الجزء ده هيبقى انهي حته؟ احنا اتفقنا من المحاضره اللي فاتت ان الاكس بلانت بيكون اي جزء من النبات، ولكن يفضل اللي هو الجزء من الاستماتيك لو نختار. طيب هنا في مايكرو بروباجيشن قال انا عندي ممكن ابتدي بثلاث حاجات، يا اما مايكرو بروباجيشن بالاكزيلاري بات، يا اما اعمل مايكرو بروباجيشن من ادفنتيشيوس روت، يا اما اعمل مايكرو بروباجيشن من الكلس او السيلسس بيبر. طب تعالى نعمل واحده واحده. ايه هو الاكزيلاري بات؟ تعالى كده شوف الصوره دي ان انا بعلم عليها. لو جينا نفتكر في البوتاني اللي كنا اخدناه ديت الليفه، هي اللي بيبقى طالع من هنا ده اسمه الاكزيلاري بط او اللاترال بط، امال اللي فوق ده كنت بسميه الابيكال او التيرمينال بط. ممكن ابتدي المايكرو بروباجيشن بالجزء اللي هو ده الاكزيال او اللاترال بط، اللي هو مكانه فين؟ اللي هو طالع في الاكزيال في ابط الورقه، الاكزيال او اللاترال بط. طيب المايكرو بروباجيشن بتاعت الادفنتيشيوس شوت، ايه الادفنتيشيوس شوت ديت؟ قال لك الادفنتيشيوس ريجينريشن ديت بتحصل عند الانيوجوال سايت. يعني ايه الانيوجوال سايت؟ قال لك زي الانتر نودز اللي هي المسافه ما بين كل نود والثانيه. لو تشوفوا الحته اللي بعلم عليها ديت دي اسمها انتر نود، اللي هي مسافه ما بين كل نود والثانيه او كل عقله والثانيه. او الليف بليد اللي هو سطح الورقه، اللي هي برده الصوره دي بتاخدها، اللي هي باخد حته من سطح الورقه وابتدي بيها اللي هو المايكرو بروباجيشن. او الكوتليدون اللي هي الفلقه بتاعه النبات زي الصوره دي كده، بحيث ان الستيم ما بيبقاش اصلا موجود في المناطق ديت. ممكن اعملها في حاله الادفنتيشيا سوت بطريقتين، يا اما الاورجانوجينيسيس ان انا بعمل فورميشن للانديفيدوال اورجان سواء كان شوت او روت، ونفس ده اورجانوجينيسيس هو المورفوجينيسيس بيبقى نفس المعنى، يا اما بعمل سوماتيك امبريوجينيسيس اللي هو الفورميشن بتاع البايبولار ستراكشر كونتيننج بوث شوت اند روت. يبقى تاني التكنيك بتاعة المايكرو بروباجيشن، اول حاجه ممكن اعمل مايكرو بروباجيشن باي اكزيلاري بات. فين الاكزيلاري بات؟ ادي اول صوره بتوضحه اهوت، عشان احنا خدناها قبل كده في البوتاني بس نفتكره تاني، اللي هو في ابط الورقه اللي هي الحته دي. او اعمل مايكرو بروباجيشن من باي الادفنتيشيوس شوت. ايه الادفنتيشيوس شوت؟ شوت ده اللي هو بيحصل عند الانيوجوال سايت زي الانتر نود او الليف بليتس او الكوتي ليف. بتم الحكايه ديت بتو بروسيس، يا اما اورجانوجينيسيس فورميشن للانديفيدوال اورجان سواء كان شوت او روت، يعني يا اما سوماتيك امبريوجينيسيس الفورميشن بتاعت البايبولار ستراكشر اللي هو فيها الشوت والروت.
طيب تالت حاجة المايكرو بروباجيشن من القلص أو السيل سسبنشن، وده اللي احنا أخدناه الأسبوع اللي فات، وكان في حد من زمايلكم سألني إيه فايدة القلص أو السيل سسبنشن، قلت له خليها هنعرفها المحاضرة الجاية. فاكرين لو تفتكروا الموقف ده، كان في حد سألني إيه فايدة إن أنا أعمل قلص؟ القلص ده اللي هو كان إيه؟ اللي هو كان unorganized structure، ما كانش حاجة مبهمة، لا هو شوت ولا هو روت، حاجة ملهاش معاد. تمام؟ وكنت باخد القلص ده واقدر احضر منه السيل سسبنشن كلتشر. فكان في حد من زمايلكم قال لي طب ايه فائدتهم؟ قلت لهم هنستخدمها او هنعرفها المحاضره الجايه لما نيجي ناخد الابلكيشن. يبقى ديت فايده لغة ان احنا بنستخدم القلص او السيل سسبنشن ده ان احنا نبتدي بيه المايكرو بروباجيشن. طيب في بروبلمز بتقابلنا في المايكرو بروباجيشن، طبعا اول حاجه الكالتشر كونتامينيشن، ودي اقدر اتغلب عليها ان انا احط انتيبيوتيك او فانجسايد واقلل اللي هو ديزيز فري ستوك، اختار من الاول نبات بيكون فري من الديزيز عشان يعمل مينيمايز للريسك. ممكن تاني مشكله اللي هي بيحصل براوننج للميديا، الميديا بتبقى غامقه، اتغلب عليها ازاي؟ ان انا استخدم انتي اوكسيدنت او بحط الـ Bright Period of Culture in Liquid Media من 3 ل 7 days، بيبقى help لـ Removing للفينوليكس، او اعمل culturing في الدارك لان اللايت بيعمل enhance للاكسديشن بتاعت البونيفيل البوليفينول، وهو اللي بيغمق او بيبقى مسؤول عن البراونينج بتاعت الكالتشر. طيب الليميتيشن بتاعت المايكرو بروباجيشن ايه اللي هو ما اقدرش استخدمه للمايكرو بروباجيشن او ايه الصعب فيها؟ اول حاجه اللي هي requirement لsophisticated facilities، بتحتاج لخطوات معقده، الكوست بتاعتها احنا قلنا ان هي very expensive فده من ضمن الليميتيشن. requirement طبعا للسكيل في الهاندلنج والمينتيننس، مش اي حد يشتغل عليها، لازم بيكون حد عنده خبره وعارف ازاي يشتغل وما يحصلش معاه contamination. برضو الحاجه اللي كانت في disadvantage اللي هي stomaclonal variation اللي هي ممكن تحصل في الفيترو كلتشر. في كمان حاجه مهمه قوي ان في بعض السبيشيز السيوتابل مايكرو بروباجيشن ما بيبقاش نوت افيلابل، زي المانجو ما ينفعش اعملها للاسف بالبلانت شوكاشن، المايكرو بروباجيشن مش سيوتابل ليه. في كمان حاجه اسمها الفيتريفيكيشن، دي بتبقى بروبلمز في بعض السبيشيز. يعني ايه فيتريفيكيشن؟ هي كلاسي ابييرنس، بتبقى حاجه شبه الازاز، بتبقى حاجه فاضيه، بيبقى نتيجه الرابيد ديفيجن او الهاي كونسنتريشن بتاعت السيتوكاينين في الميديا. فنيولي فورمد سيل، الخلايا بتكون جديد مفيش فيها اي اورجانيلز، تبقى عامله زي الازاز فاضيه من جوه، تبقى شفافه مبقاش فيها اي اورجانيلز، وبالتالي السيل بيكون ترانسيولنت فيلد ويز ووتر، بنسميها برضو الهايبر هيدريك كالتشر، دي معناها فيتريفيكيشن او الجلاسي ابيرنس. يبقى في مصطلحين اخدناهم، في حاجه اسمها السوميكلونال فاريانت، في حاجه اسمها جلاسي ابيرنس او الفيتريفيكيشن، ابقى عارف معنى كل واحده منهم. ده كان اول ابلكيشن للبلانت شو كلتشر اللي هو اسمه مايكرو بروباجيشن. في حاجه تانية اخدناها او هناخدها اسم النهارده اسمها اللي هو البروتو بلاست كلتشر، ده تاني ابلكيشن للبلانت شو كلتشر اللي هو بروتو بلاست. يعني ايه بروتو بلاست؟ قال لك ده معناه ان احنا بنعمل كلتشر للبلانت بروتو بلاست اللي هي ايه؟ قال لك كلتشر للسيل ديفويد اوف سيل وول، مفيش سيل وول، بالبلدي كده او بالعربي كانك تعمل تهجين، بخلط الحاجتين على بعض تهجين، بس دي معناها ايه؟ معناها ان هي كالتشر للسيلز ديفويد اوف سيل وول. دايما الايزوليتد بروتوبلاست اللي هي من غير سيل وول ديت بتبقى كالتشر في ليكويد او سيمي سوليد اجار. بروتوبلاست بتبقى ايزوليتد من السوفت برانكيميتس تيشو بانزيماتيك ميثود، وبعد كده الفايبل بروتوبلاست بتبقى عايشه بيوريفايد اند كالتشر. البروتوبلاست ديت بيبقى الهدف منها الرئيسي في ان احنا نطلع جينيتيكالي ترانسفورمد بلانت، نطلع نبات في صفه وراثيه جديده، بحيث ان احنا الصفه ديت او الترانسجينيك ده بيبقى بوت سكسسفولي ويز البلانت بروتوبلاست، وبعد كده الترانسجينيك بلانت بيحصل له ريجينريشن وبيكون لي من البروتوبلاست ده، او ان احنا بنعمل اللي هو سوماتيك هايبرديزيشن من تو بلانت سبيشيز باي بروتوبلاست فيوجن اللي هو بتعمل تهجين. يبقى البروتوبلاست ده ان احنا بنعمل كالتشرنج للسيل ديفويد اوف سيل وول.
اساسا او الحاجه الاساسيه اللي بنستخدمه، اللي احنا بنستخدمه يا اما ندخل صفه وراثيه جديده على النبات، او نعمل تهجين ما بين نباتين عشان ندخل او نحصل على نبات ثالث بصفات وراثيه جديده. يبقى هو بيتعمل من تو سبيشيز، الممبرين بتاعتهم بيتشالهم سواء بنزيماتيك اسود او اسموتيك شوك الكتريكال كارنت، بيطلع لي هايبريد فيوجن من برودكت، هجين من الاثنين بيحتوي على الصفات الوراثيه بتاعتهم. طبعا بيبقى very very difficult ان احنا قلنا بيعمل تهجين او بتاع، ده ما هوش سهل خالص. ده صورة بتوضح لك ان هو ازاي بيدوب السيل وول، وبيعمل بعد كده اللي هو الفيوجن بتاعهم او التهجين بتاعهم اللي هو البروتوبلاست، وبيكون في الاخر حاجة واحدة بس اللي هي بيعمل بعد ما عمل دايجستنج للسيل وول بيعمل لها فيوجن عشان يطلع سيل فيها الجينيتيك او الجينوم بتاعت البوث جلاندز. تالت ابلكيشن اللي هو البرودكشن اوف سكندري ميتابولايت، وده بصراحه اهمه. اخذنا احنا في اول سلايدز او تاني سلايدز في اول محاضره ايه فايده البلانت تشو كلتشر، قلت لك ان بعض الاكتيف كونستيتوانتس اللي هي بتبقى موجوده ناتشرالي في النبات ممكن تزيد ل 10 مرات و20 مره بالبلانت تشو كلتشر. وطبعا ده اساس استخدام النباتات، انا ممكن استخدم النبات علشان يشوف الاكتيف كونستيتوانت ديت، وبسببها بيبقى له ميديسنال يوز او بعمل له اكستراكشن واطلعها واقدر احضر منه اي برودكت يتباع. فده يعتبر اهم ابلكيشن له. بيقول لي ان الهاير بلانت بيطلع لارج نمبر من الاورجانيك كومباوند اللي بتبقى ليها فارماسيوتيكال واندستريال انترست. بعض النباتات بيبقى الميتابولايت اللي بتطلع ديت بتزيد بكميه كبيره قوي لو انا عملتها بالبلانت شو كلتشر، والعكس انفورشنتلي لسوء الحظ بعض الايكونوميك امبورتنت بلانت زي المورفين والكوداين والفينكلستين والفينبلاستين دي بتبقى متكونش بكميه كبيره في البلانت شو كلتشر عن الحقيقه. لكن قلنا في بالعكس بعض المركبات بتزيد لو عملت بلانت شو كلتشر عن لو هي طلعت ناتشرالي في النبات، زي مثلا الشيكونين هتلاقي في الكلتشر بيبقى نسبته 20 لكن بلانت 1.5، لانسراكينون بيبقى في النبات ناتشرالي 3.10 لكن في البلانت شو كلتشر بتزيد ل 18 وهكذا. طيب اللو برودكشن بتاعت سكندر ميتابولايت في ناتشرالي بتكون ليه؟ يبقى نتيجة الكومبيتيشن ما بين البرايمري والسكندري باس واي للكي انترميديات، اللو ليفل بتاعت الاكسبريشن بتاعت الكي انزيم، او بيحصل ان كوردينيتد فراجمنتري اكسبريشن للجين بيؤدي الى بارشال اوبريشن للباس واي، بالتالي السكندري ميتابولايت بتبقى قليلة في النبات. ازاي نعمل سكريننج للكالتشر للسكندري ميتابولايت؟ اول حاجه ممكن اعمل اللي هو السيل كلونينج ميثود، اعمل فيجوال سكرينينج للكالرد برودكت زي الشيكونين والنفسكينون، بشوف اللي هما بيطلعوا لون فاقدر بالعين المجرده اشوف هما بتكونهم ولا لا، بعملها بمايكروسكوب ثرموميتريك وفلوريمتريك بستخدمه عشان اعمل ايدنتفاينج للكلونز اللي البرودكت بيطلع ابسوربنس او فلوريسنت بروباريتس. في حالة الكالرز برودكت السيلز بتبقى سكويشت على فلتر بيبر، بحطها على فلتر بيبر والفلتر بيبر ديت بعرشها بسبيسيفيك ريجنت عشان يشوف لي الحاجة اللي طالعة منها، أو بعمل لها سكريننج براديو ميونو اس. طيب ازاي اعمل كنترول للبرودكشن بتاعت سكندر ميتابولايت؟ عندي طريقتين، يا اما بيولوجيكال كنترول يا اما ابيولوجيكال كنترول. البيولوجيكال كنترول اول حاجه الجروس بتاعه الكالتشر، البرودكت فورميشن اللي هو الكيميكال كونستيتوانت او السكندري ميتابولايت اللي بتتكون، يا اما بتتكون بارالل مع الجروس بتاعه الكالتشر، يعني كل ما الكالتشر بيكبر السكندري ميتابولايت بتتكون زي في حاله النيكوتين برودكشن، يا اما ديلايد انتل السيل جروس ديكلاين لما يبدا السيل جروس يقل هي بتتكون زي البونيفينول والشيكونين برودكشن، يا اما بتتكون في اللاج فيز بتاعه الجروس زي الدايزوجينين في حاله الدايسوريا كالشيوم. تعال شوف كده الدياجرام ده عشان تعرف يعني ايه لاج فيز ويعني ايه ستيشنري فيز والحاجات دي.
ادي اول حاجة اهوت، ديت اللي هي اسمها اللاج فيز، ده اللي هو بيحصل فيها، اللي بيتكون فيها اللي هو الدايزوجينيا. لما النبات بيتكون او الكالتشر اس بيكبر كده، دي اسمها اللي هو اللوج فيز، ده اللي هو بيحصل فيه طول ما هو بيكبر، بيتكون فيه بعض الميتابلايت اكزامبل ليها اللي هو النيكوتين. دي الاستيشنري فيز اللي هو بقى فيها ثابت، وده اللي هو الديس او اللي هو الديكلاين للجروس. عشان كده بيبقى لازم نبقى عارفين ديترماين البرودكشن بيريود في ان ريليشن تو سيل جروس. نشوف السكندر ميتابلايت ده بيتكون في انهي مرحله، هيتكون في اللاج فيز في الاول خالص، ولا هيبتدي يتكون ويزيد كل ما البرودكشن او كل ما السيل جروس يزيد، ولا مش هيتكون خالص الا لما السيل جروس يبدا يحصل له ديكلاين. قدرنا نحدد المرحله دي، تقدر نحدد السكندر ميتابلايت بيتكون امتى واخد اكبر كميه منه. تاني حاجة اللي هو الهاي سيل دينستي كالتشر، البرودكشن بتاعت سكندر ميتابلايت انكريز باي انفستيجيتنج هاي سيل دينستي كالتشر. كل ما السيل دينستي بيزيد البرودكشن بتاعت سكندر ميتابلايت بتزيد. اكزامبل ليها البربرين من الكالتشر اسمه كوبتاس جابونيكا، بيبقى جرو او بيزيد من 3.5 جرام باللتر ل 55 جرام باللتر بسيل ماس. كل ما السيل او الدنستي بتزيد الميتابولايت او سكندر ميتابولايت بيزيد. اكزامبل ليها اللي هو البربرين من كالتشر اللي هو كابتس جابونيكا، بيزيد من 3.5 جرام ل 55 جرام باللتر سيل ماس. تالت حاجه في البيولوجيكال كنترول اللي هو السيل كلونينج وريبيتد سيلكشن من هاي يلدنج سترين، دي بقدر اعملها او اعرفها من فلوجيكال ابيرنس او الفلوريسنس اندر اليو في او من ديفرنت بيجمنتيشن. رابع حاجه او رابع كنترول في البيولوجيكال كنترول اللي هو مورفولوجيكال ديفرنشيشن او الاورجانوجينيسيس، وزي ما قلنا ده اللي هو بيعتمد على الريشيو ما بين الاوكسنز والسيتوكاين. لو انا عايز اعمل اندكشن للشوت ديفرنشيشن في الاندفرنشيتد كالتشر بتاعت التوباكو، ده هيزود لي او هيؤدي الى مور نيكوتين سينسيس. ليه؟ اكيد يبقى عشان كده الاكتف كونستيتوانت هيتكون في الشوت. طالما الاكتف كونستيتوانت بيتكون في الشوت، يبقى انا لو زودت الشوت عن طريق التحكم في الجروس ريجليتور، يبقى الاكتف كونستيتوانت بتاعي او السكندر ميتابولايت هيزيد. طب لو عندي بعد الكالتشر الاكتف او السكندر ميتابولايت بيتكون في الروت، بمنتهى البساطه هستخدم الجروس ريجليتور اللي بيبقى متعلق بزياده الروت اللي هو كان اسمه في الاوكس. يبقى تاني، يبقى اندكشن للشوت ديفرنشيشن في حالة التوباكو بيزود لي النيكوتين بايوسنسز، الروت في حالة سسبنشن كالتشر بتاعت الاسكوبيليا برافوليا بيزود السنسز بتاعت التربان الكالويد اللي هي بتبقى السايت فورميشن بتاعها اللي هو الروت. تمام، يبقى الامثلة ديت مهمة قوي ان انا اعرفها. زي ما قلنا الموست امبورتنت بيبقى الريشيو بتاعت الاوكسين او السيتوكاينين. لو زودت الاكسون الاوكسنز هيكون لي روت، ولو زودت السيتوكاينون هيزود او هيكون الشوت فورميشن. خامس حاجه اللي هو الجينيتك كنترول بتاعت السكندر ميتابولايت او الابلكيشن بتاعت الجينيتك انجينيرنج، ان انا هتحكم في السكندر ميتابولايت بالجين ازاي. قال لك اول حاجه او البرايمري ترانسديوسنج سيجنالز اللي هي بتبقى الاندوجينوس فايتو هرمون، فاكرينهم اللي اخدناهم الاسبوع اللي فات او المحاضره اللي فاتت، اللي هي الجروس ريجليتور اللي هي الاوكسنز والسيتوكاين. الاندوجينوس سينسز بتاعت الهرمون دي بتبقى كنترول بسبيسيفيك انزيم، الانزيم دي بتبقى انكودد بسبيسيفيك جين على تيومر انديوسد بلازميد من اجروبكتيريا. يبقى الجينيتك ستيمولاي او البرايمري ترانسديوسنج سيجنالز هي الاندوجينوس فايتو هرمون. الاندوجينوس فايتو هرمون ديت كنترول بانزيم، الانزيم ده بيبقى انكودد بجين، الجين ده على حاجه اسمها تيومر انديوسد بلازميد على البكتيريا. خدها كده كسلسله. تمام، اكزامبل الزياتين. الزياتين ده اللي هو ايه لو تفتكروا؟ ده كان من انواع السيتوكاينون الناتشرال سيتوكاين. قال لك ده كنترول بالايزوبنتايل ترانسفريز انزيم اللي هو انكودد بالاي بي تي جي اللي هو على هيومن انديوسد بلازميد على الاجروبكتيريا. هنرجع نعيدها تاني كمان شويه. يبقى تاني الزياتين او اللي هو اكزامبل السيتوكاينون ده كنترول بانزيم اسمه الايزوبنتايل ترانسفريز انزيم، الجين اللي مسؤول عنه او اللي هيتحكم فيه اسمه الاي بي تي جي.
طيب الاوكسن ده كنترولد بتو انزيم، حاجه اسمها تريبتوفان مونو اكسجينيز اللي هو انكودد بجين اسمه اي اي ام جين، والانزيم الثاني اسمه اندول اسيتاميد هيدروليز ده انكودد بجين اسمه الاي اي اتش جين. طب انا هستفيد ايه بكده؟ قال لك لو انت عملت ان اكتيفيشن للاي بي تي جين، الاي بي تي جين ده اللي هو مسؤول عن الانزيم اللي هو ايزوبنتايل ترانسبريز انزيم اللي هو متحكم في الزياتين او السيتوكاين، طب انت قفلته او مش او هتخليه ما يقومش بوظيفته، يبقى اللي هيزيد في المقابل مين؟ اللي هو الاوكسن، الاوكسن ده اللي هيعمل لي روت، يبقى الان اكتيفيشن بتاعت الاي بي تي جين بيؤدي الى روت تيومر مورفولوجي. طب العكس لو عملت ان اكتيفيشن للاوكسنز جين اللي هو سواء الاي اي ام او الاي اي اتش، تمام؟ طيب يبقى الاوكسن مش هيتكون، امال مين اللي هيزيد في المقابل الجهه الثانيه اللي هو الزياتين او السيتوكاين، يعني مين اللي هيعمل؟ هيؤدي الى الشوت يومر مورفولوجي، مش هيكون. مفهومه الحته دي؟ طيب هنعملها ازاي؟ اول حاجه اللي هو ناتشرال جينيتك انجينيرنج، زي ما قلت لحضرتك اللي هي الجينز دي بتبقى موجوده في الاجروبكتيريوم تيوموفيشنس. الاجروبكتيريوم تيوموفيشنس دي عباره عن جرام نيجاتيف سويل بكتيريا بتبقى موجوده في البكتيريا، ناتشرالي بتصيب النبات، بتنقل للنبات وبتسبب له زي ورم بنسميه الكراون جولز كانسر او كراون جولز تيومر. بتعمل انفكشن للبلانت عن طريق يا اما بيبقى بليك او وونت. تيومر ده بيبقى بيجي ازاي؟ ده ريزلت انتجريشن بتاعت ترانسفير دي ان ايه في البلانت جينوم، يعني الاجروبكتيريوم بتنقل الدي ان ايه بتاعها للنبات، تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا الفكره ان النبات او اسف الفايتو هرمون ديت كنترول بالانزيم، والانزيم ديت انكودد بجين، الجين ده موجود في البكتيريا. لو انا اتحكمت او عملت ان اكتيفيشن لواحد هيتحكم هيكون لي شوت وروت وشوت او روت والعكس للتالي. طيب ايه بقى هيحصل ازاي ده؟ قال لك ناتشرالي هي البكتيريا دي موجوده ناتشرالي اللي هي اجروبكتيريوم تيوموفيشنس، موجوده ناتشرالي بتصيب النبات وبتؤدي له الى مرض بتعمل له زي ورم كراون كورس ديزيز. بتعمله له ازاي؟ ان هي بتنقل الدي ان ايه بتاعها بتخليه انكلودد في النبات. طب ايه البلازميد ده؟ البلازميد ده عباره عن دبل ستراندد دي ان ايه بيبقى موجود في السيل، بيتنقل من بكتيريا لتانية عن طريق اللي هو الهوريزونتال جين ترانسفير، تمام؟ يبقى البلازميد ده عباره عن دبل ستراندد كلوز سيركولار دي ان ايه مولكيول. ادي اللي هو الكراون جولز ديزيز او اللي هو بينتج عن اصابه النبات بالاجروبكتيريوم تيوموفيشنز. ادي النبات اهوت الهيلثي بلانت، وادي الاجروبكتيريوم احنا قلنا ان هي موجوده في الصويل. لما بتصيب النبات عن طريق وند او بليكنج بيحصل رابيد سيل ديفيجن وبيكون لي اللي هو الكراون جولز ديزيز. طيب ايه بقى هيفيدنا بايه ده؟ قال لك تيومر بلازميد او التيومر انديوسد بلازميد ده موجود في الاجروبكتيريوم تيوموفيشنز اللي هو اصابه النبات ده، موجود فيها تيومر انديوسد بلازميد. البلازميد اللي هو ايه اللي احنا قلنا عليه اللي هو السيركولار دي ان ايه، تمام؟ وبعدين لما بيصيب النبات زي ما قلنا التيومر انديوسد بلازميد ده بيقوم يعمل انكلودنج او بينقل الدي ان ايه بتاعه، بيخليه انتجريشن في الدي ان ايه، انتجريتد في الدي ان ايه بتاع النبات، ويقوم يحصل له اكسبريشن عادي خالص زي ما النبات بيعمل اكسبريشن للدي ان ايه بتاعه، فبيبقى ده جزء من الدي ان ايه بتاعه وبيحصل له اكسبريشن. ده هو ادي الاجروبكتيريوم اللي هي موجوده في السويل اللي اصابت النبات، هتنقل الدي ان ايه بتاعها للنبات وهيبقى جزء منه، فبالتالي لما يجي يحصل اكسبريشن هيبقى هيترجمه عادي خالص كانه بتاعه. ده في حاله الدايكوت بلانت، خلينا فاكرين بس كلمه دايكوت ديت هنحتاجها كمان. طيب يبقى التيومر انديوسد بلازميد ده موجود اساسا في الاجروبكتيريوم تيوموفيشنز، تمام؟ وفي اللي هو التو جينز اللي احنا بنتحكم فيهم في التو انزيمز اللي بيتحكموا في التو مين جلوس ريجليتور المسؤولين يا اما عن الشوت يا اما عن الروت. طيب ده نيتف يعني طبيعي، ممكن يبقى كونستركتد؟ اه يعني انت اللي بتعمله. بعمل ايه؟
الاجروبكتيريوم تيموفيشنس ديت بقوم عاملها كونستراكتد مع كولي فلاور موساك فيروس اللي هو بتاع القرنبيط، يا اما بيبقى مع الكولي فلاور موساك فيروس 35 اس، وبالتالي ده هيقوم يعمل لي اكتيفيشن للاي بي تي جين. لما يعمل اكتيفيشن للاي بي تي جين، الاي بي تي جين ده اللي كان بيتحكم في مين؟ في السيتوكاين، يعني هيعمل اكتيفيشن له يبقى هيزود الشو. يبقى لو عملت له كونستراكشن مع الكولي فلاور موساك فيروس اس 35 هيعمل اكتيفيشن للاي بي تي جين، وبالتالي هيؤدي الى شوت فورميشن. طيب ولو عملت له كونستراكشن مع كولي فلاور موساك فيروس 19 اس، ده هيعمل اكتيفيشن للاي اي ام جين اللي هو مسؤول عن الاوكسن، وبالتالي هيؤدي الى روت فورميشن. تمام كده؟ يبقى التيومر ريديوسد بلازميد ده يا اما موجود نيتف في الاجرو بكتيريوم تيموفيشنس، بس دي موجود فيها الاثنين اللي هو مسؤول عن الشوت ومسؤول عن الروت. طيب هنحتاج نعمل ان اكتيفيشن لحاجه منهم عشان الثانيه هي اللي تشتغل. طب ما انا ممكن اعملها جاهزه، اشغل حاجه واحده بس هي اللي هتبقى موجوده، يا اما الاول يا اما اخلي الشوت يتكون يا اما اخلي الروت يتكون. هعملها ازاي ديت؟ ان انا بعمل زي بركبهم على بعض او بدمجهم مع بعض، اللي هو الاجرو بكتيريوم تيموفيشنس مع الكوي فلاور موساك فيروس اللي هي 35 اس، يبقى ده في الاي بي تي جين بس، وبالتالي هيعمل لي شوت. يا اما اعمل الاجرو بكتيريوم تيموفيشنس كونستراكتد مع كولي فلاور 19 اس، ده هيعمل لي او بيحتوي اسف على الاي اي ام جين اللي هو مسؤول عن الاوكسن، وبالتالي هيؤدي الى روت فورميشن. تاني كده اللي احنا عدناه او اللي احنا قلناه، يبقى الكراون جولز ديزيز ده بيتكون ازاي؟ ان هو بيعمل او بيبقى بسبب ترانسفير للدي ان اي من التيومر ديوزد بلازمين من اللي موجود في البكتيريا للنبات. فالاجرو بكتيريوم تيموفيشنس ديت بتعمل لها او بنعمل لها كوكالتيفيشن مع الاكس بلانت. الزياتين اللي هو السيتوكاين بيبقى كنترولد بالايزوبنتاير ترانسفريز انزيم اللي هي انكودد بالاي بي تي جين، والاوكسن بيبقى كنترولد بتو انزيم اللي هو تريبتوفان مونوكسجينيز انكودد بالاي اي ام جين، والاندول اسيتاميل هيدروليز انكودد بالاي اي اتش جين. لو عملنا ان اكتيفيشن للاي بي تي جين بيؤدي الى روت تيومر، يعني هتقفل السيتوكاين، وبالتالي الروت هو اللي هيتكون بسبب وجود الاوكسن. العكس لو عملت inactivation للأوكسين جينز اللي هو الـ IAM والـ IH، وبالتالي هيبقى الـ IBT هو اللي هيبقى موجود، هيحصل له اكسبريشن، وبالتالي هيكون لي سيتوكاينون كتير، وبالتالي هيؤدي إلى شوت تيومر مورفولوجي. طيب في حاجة تانية اسمها RI أو Root Induced Role Gene، دي موجود في بكتيريا اسمها Agrobacterium ريسوجينيسيس. خليك فاكر الأسامي دي لأن دي بتيجي على طول في الامتحان. الاجروبكتيريوم ريسوجينيسيس ديت مسؤوله عن هتكون الهير بس. طب ازاي؟ الروت اسف، هتكون الروت بس، بنسميه هيري روت. ازاي؟ قال لك الدي ان ايه بلازميد بتاعت الروت انديوسنج دي ان ايه ده بيتكون من تو سيجمنتس. الرايت سيجمنت بيبقى شبيه بالتيومر انديوسد بلازميد بتاع الاجروبكتيريوم تيموفيشنس، في تو جين، اي اي ام جين والاي اي اتش جين اللي كانوا بيتحكموا في الاوكسجين. الليفت سيجمنت بتاعته بيبقى فيها أربعة جينيتيك لوكاي A و B و C و D. الانتجريشن بتاعت الحاجات دي بتؤدي أو لها سينرجيستيك افكت على الهيري روت كالتشر، يعني ده مفيش فيه حاجة خالص متعلقة بالشوت. عشان كده لو عملنا كالتيفيشن للأجرو بكتيريوم ريسوجينس هتكون لك الروت بس، الهيري روت بس، غير الأجرو بكتيريوم تيموفيشنس. خليك فاكر الفرق ما بين الاتنين، ديت اسمها Agrobacterium ريسوجينس، تمام، مسؤولة عن تكوين الروت بس، أو بنستخدمها في الهيري روت كالتشر. وده كان نوع من أنواع ال سبلانتشو كالتشر المحاضرة اللي فاتت، لما قلت لكم احنا هناخدها بعدين، كان اسمها الهيري روت كالتشر، قلت لكم أجلوا ليها الدسكشن شوية عشان نشرح حتة الجينيتك كنترول أو جينيتك انجينيرنج بتاعت سكندر ميتابولايت. طيب ايه الادفانتج بتاعت الهيري روت كالتشر ديت؟ بيبقى ليها هاي جروث ريت، هاي جروث ريت، بتبقى مش معتمده على الاوكسن، بيبقى جيناتيكالي ستيبل، بتطلع هاي ليفل من الفاليابل سكندر ميتابلايت اللي بتتكون في الروت. الليميتيشن بتبقى ريستريكتد على البرودكشن بتاعت السكندر ميتابلايت اللي بتتكون في الروت زي التروبان الكالويد،
او الاسترويدال كانسر زي اللي هو الثلاثيدين او الكانسرس الكالويد او الكينولين الكالويد. بعض السكندر ميتابولايت بتتكون في الاليال بارت بتاع الانتاكت بلانت، ممكن تتكون في الهيلي روت كالتشر، ولكن فيو هيلي روت كالتشر بتبقى كيبابل لي بروديوسنج سيجنيفيكانت ليفل. لو الاكتف كونستيتوينت دي بتتكون في الاليال بارت، الهيلي روت بتبقى غالبا ما بتكونهاش او بتكونها بنسب قليله، مش هتبقى هي المطلوبه. في اللي هو الريولوجيكال كاركترستيك بتاعت النيتروجينال سيستم لازم تبقى تيكينج ان كونسيدريشن. ده اللي فات، ده اللي هو ناتشورال جينيتك انجينيرنج. ان انا عندي البكتيريا بعمل لها كالتيفيشن بالبلانت، والبكتيريا ديت فيها التو جينز، وبقدر اعمل انكتيفيشن لواحد منهم، او ان انا اعمل لها كونستراكشن مع الاغلبيط. اس 35 هيعمل اكتيفيشن للاي بي تي جين بس، او اس 19 هيعمل كالتيفيشن ل اللي هو الاوكسين بس، هيكون لك شوت او روت. او ان انت تعمل عايز تكون روت بس، بعمل لها كالتيفيشن مع سترين تانية من البكتيريا اللي هي الاكتوبكتيريا رايزويد. طيب في حاجه بقى سينثيتك اسمها جين جان. يعني ايه جين جان ديت؟ قال لك الاكتوبكتيريا تيموفيشن ترانسفورميشن دي بتشتغل بس على الدايكوت اللي انا قلتها من 5 دقايق فاتوا، تخليك فيها. طيب طب ما هو موست اوف الورلد كروب بلانت بتبقى مونوكوت، هنعمل ايه في الحاله ديت؟ الاكتوبكتيريا مش هتشتغل عليه. طب وبعدين هنسيبه؟ قال لك لا، في اكسترا اوردينري سيستم، ان انت بتعمل ترانسفيرنج للدي ان ايه للبلانت، ان انت بتستخدم مانيت ميتال بيت تبقى بينج شوت انتو ذا بلانت سيل. بستخدمها ان هي بتعملها بتطلقها او زي بندقيه كده، وبحط بيبقى الدي ان ايه كوتد على الميتال بيت ديت، واقوم مدخلها في النبات. اللي هو الميتال بيت دي بتبقى تنجستن او جولد بيت، بتبقى صغيره جدا 1 مايكرومتر ان دايمتر، وبتبقى كوتد بالدي ان ايه. بعمل لها فايرنج من الجين جن، بتبقى فلوستي عاليه 430 متر بالسكند. السيل اللي هي بتبقى في دايركت لاين مع الفاير بتبقى ديستروينج، بس بعض البريفرال سيل بتبقى ايبل ان هي ادي الجين جن اهوت، بيبقى الدي ان ايه كوتد على التنجستن او جولد، وبيطلق او فاير بسرعه عاليه جدا يدخل في النبات. بعض الخلايا اللي هي بتبقى الطرفيه بتموت، ولكن بعضها بيعيش وبيقدر ريسيفنج او نقلت الدي ان ايه جوه النبات. يبقى الجين او جينيتك انجينيرنج، يا اما ناتشرالي بالاجرو بكتيريا بتعمل لها ميكسنج مع النبات، والبكتيريا نفسها بتنقل الدي ان ايه بتاعها جوه النبات، وبيحصل له اكسبريشن، واقدر اتحكم في تكوين الشوت او الروت عن طريق الاكتيفيشن او الانكتيفيشن بتاعه واحده من الجين، يا اما عن طريق الجين جان ان انت بتعمل كوتنج للدي ان ايه على بيتس، واعمل لها فايرنج جوه النبات، وبالتالي برضه تبقى قامت بنفس الوظيفه وقدر ان هو تدخل الدي ان ايه جوه النبات. وبنستخدم الجين جان دي اكترها في المونوكوت، لان الاجروبكتيريا ما بتقدرش تشتغل على المونوكوت. تمام، دي نفس الصوره، الفرق ما بين الباتكل جين او جين جان والاجروبكتيريا ميثود اللي هي الناتشرال والسينثيتك جينيتك انجينيرنج. تاني حاجة أقدر أتحكم فيها في السكندري ميتابولايت اللي هي الأبيولوجيكال كنترول. اللي فات ده كله كان بيولوجيكال كنترول. طيب البيولوجيكال كنترول اول حاجه اللي هو اللايت، بول اللايت ستيموليت الفورميشن بتاعت سكندري ميتابولايت زي الفلافونويد والكومارين والبوليفينول، لان اللايت بيعمل اكتيفيت للانزيم في الباسوي بتاعتها اللي هو فينايل الانين امونيا لاييز. برضو اللايت ممكن يعمل انهبيشن للسينسز بتاعت كومباوند تانية زي اللي هو الشيكونين في اللي هو كالتشر اسمه ليسوسبيرما، والانسوسيانين في الاراليا كورديت كالتشر. يبقى اللايت يا اما يعمل استيموليت للفورميشن بتاعت سكندر ميتابولايت، يا اما يعمل انهبيشن للفورميشن بتاعت سكندر ميتابولايت. يعمل استيموليت للفورميشن بتاعت سكندر ميتابولايت زي ايه؟ وده مهم جدا في الاسئله، زي الفلافونويد والكومالين والبوليفينول، لانه بيعمل اكتيفيشن للانزيم فينايل الانين امونيا لايت. ممكن يعمل انهبيشن للسينس بتاعت اذر كومباوند، زي ايه؟ اكمل او جيف اكزامبل، زي اللي هو الشيكونين في الليزوسبيرما كالتشر والانثيانين في الاراليا كولديت كالتشر. تاني ابيولوجيكال كنترول اللي هو الاكسوجينس جروس ريجوليتور. النيكوتين سينسز في النيكوتيانو تباكم بيعمل لها انهبيشن ب 2 و4 دي اللي هو كان نوع من انواع الاوكسين،
وبروموتد بالكاينتين. الشكونين في الليزوسبيرمان بيبقى انهبيتد بالاوكسن اللي هو 2 و4 دي وبروموتد بالاندول اسيتيك اسيد اللي هو اوكسن برضه. الله، طب ده اكزامبل ايه بقى؟ قال لك ده الكالتشر ريسبوند للسبيسيفيك تايب اوف كروس ريجوليت، يعني مش بس مجرد ان هو الاوكسن بيزود والسايتوكاين بيعلي، لا ده الاثنين بينتموا للاوكسن، بس واحد بيزود وواحد بيقلل، بيبقى ريسبوند للسبيسيفيك تايب للكروس ريجوليت. وده لو جه قال لك جيف اكزامبل الكالتشر ريسبوند تو سبيسيفيك تايب، هتقول لي الشكونين في السبيرم كالتشر بيحصل له انهبيشن بال 2 و4 تي اللي هو نوع من انواع الاوكسن، ولكن بروموتد بالاندول واسيتيك اسيد اللي هو برضه نوع من انواع الاوكسن. تاني طب بايولوجيكال كنترول اللي هو النيوترنتس، الكاتيكولتنين في السايكمار سسبنشن كالتشر بيبقى بروموتد بان احنا بنزود انكريزنج للكربون تو نيتروجين ريشيو. الشكونين برودكشن في السبيرم كالتشر بيبقى هايلي بروموتد ان احنا بنزود السكروز كونتنت او بنعمل اميشن للامونيا سولت وبنعمل انكليشن للنيتريت بداله از سول ناتشرال فورس. لو عملنا الحاجات ديت بيزود لي الشكونين برودكشن. رابع حاجه اللي هو اديشن للبريكيسور للكالتشر ميديا، عندي تروبيك اسيد في الميديا بتاعت الباتوره والسكوبيليا بيعمل بوتنشيات للفورميشن بتاعت التروبان الكالويد. الاوساكسونيل بنزويك اسيد لو حطيناه على الكالتشر بتاعت الموريندا بيزود تو فولد انكريس في الاكيوميشن بتاعت الانسراكينون عن طريق ان احنا بنزود الاوساكسونيل بنزويك اسيد. لو عملت اديشن للفينايل الادين على الكالتشر بتاعت السالفيا اوفشناليس والتاكسس كاسبيديا بيعمل بوتنشيات للليفل بتاعت الروزمانيريك اسيد والتاكسيول ريسبكتيف. يبقى ان انت بتحط البريكيرسور على الكالتشر ميديا بيزود لك اللي هو الفورميشن بتاعت سكندري ميتابولايت. ممكن اعمل انكربريشن لانديوسر او بنسميها الستريس فاكتور، ان انا بحط فورين ماتيريال على الجروس ميديا بيعمل انهانس للكالتشر برودكشن سكندري ميتابولايت. الفورين ماتيريال دي يا اما تبقى بايوتيك نيتشر زي الاوتوكليفت فيروس، حاجه اسمها فيرتيكلام داينس او الفيوزيليوم مونيفليرا، او ابيوتيك زي الاديشن بتاعت الكبر سلفين. سواء كان بيوتيك او ابيوتيك بيشتغل بالستريس ميكانيزم، عشان كده بنسميها الستريس فاكتور، اللي هي بتؤدي الى الاندكشن او سينسز بتاعت الكي انزيم اللي هي كاتالايز الرياكشن ليدنج للسينسز بتاعت سكندري ميتابولايت. يبقى سواء كان بيوتيك او ابيوتيك بيشتغل بالستريس ميكانيزم اللي هو بيزود الكي انزيم اللي بتبقى كاتالايز الرياكشن leading للفورميشن بتاعت سكندري ميتابولايت. زي ما قلنا بتبقى بيوتيك النيتشر زي اللي هو الاوتوكليفت فيرتيكلام داهلس او اللي هو الفيوزيليوم مونيفلورا، زي مثلا البرودكشن بتاعت الجوسي بول والدريفاتيف في الكالتشر بتاعت جوزيبيوم اربيوم، البرودكشن بتاعت الانتيومر الكالويد اللي هو الهومو هاريجينوجينون في الكالتشر بتاعت اللي هو السيفو فالاتوكسس هاريجينيتا، او البرودكشن بتاعت المورفين والكوديين في البابابر سومنيفرام كالتشر. الابيوتيك زي اللي هو الكبر سلفيت بيعمل لي 30 فولت 30 مره انكريز في الليفل بتاعت الشكونين في الكالتشر بتاعت اللي هو الليسوس بيرمان، او السنسز بتاعت الريد بيجمنت في الكالاس كالتشر بتاعت البيجمار البيكرانم حماء هرمالا. بوست تايب اوف الاستيتيشن اللي هو الالكسين اديشن بيشتغلوا زي ما قلنا بالستريس ميكانيزم. ممكن اعمل من ضمن الابيولوجيكال كنترول اللي هو ميوتاجينيسيس في الكالتشر، يا اما عن طريق كيميكال ان انا بحط الاسايلين او الاسايل ميثان سلفونيت او الان اسايل النيتروزيوريا، او فيزيكال ان انت بتعمل اكس راي بتعمل انديوس ريزيستنس سيل لاين في الكالتشر. رقم 6 في الابيولوجيكال كنترول الاموبولايزيشن بتاعت الكالتشر اور اوف الكي انزيم، اللي هو تكنيك بيبقى ان ويتش الكونتاكت اوف السيل انكريز. بعمله ازاي؟ يا اما بالكالسيوم الجينيت انترابمنت او الادسوربشن او الكوفيلنت كابلنج، انت بتخليهم مرتبطين ببعض او بتزود الكونتاكت. الموست بروبلم فيها السكريشن بتاعت البرودكت في الاكسترا سيلولار ميديم بيتفرز في الميديم. طب بعمل له ابلكيشن في ايه او الابلكيشن ايه بتاعت الاموبولايزيشن دي؟ ان انا عندي في الفسيولوجيكال انتر اكتيف انترميديت بيتحول لفسيولوجيكالي اكتيف انترميديت زي ايه؟ زي الكودينون لو عملت له
immobilization بابا سومنيفرم امبولايزد ويز كالسيوم البنيت يقوم يتحول لي لفسيولوجيكال اكتيف انترميديت اللي هو الكودين. يعني لو جالنا سؤال يقول لك ازاي احول الفسيولوجيكال ان اكتيف انترميديت، او ايه انسب وسيله عشان احول الفسيولوجيكال ان اكتيف انترميديت لفسيولوجيكال اكتيف انترميديت اللي هو الكودينون لكودين، اللي هي الايموبلايزيشن ميثود بابافا سومنيفرم، بعمل لها موبلايزد ويز كالسيوم البنيت. تاني ابلكيشن اللي هو او تاني اكزامبل كاسالانسس روزياس، دي لو عملنا لها immobilized على البولي اكريلاميد بتبقى enhanced the production of الاجمالين اللي هو الانتي تيومر الكالويد، يبقى الايموبلايزيشن بيزود الفورميشن بتاعه السكندري ميتابولايت.